احنا بالنسبه لنا لمحافظه ميسان كانوا نسبه المحدثين اللي حصلوا على بطاقه بايومتريه اكثر من 65%، بس مثل ما تعرف انه بعد اضافه المواليد الجدد هاي النسبه تنخفض، لذلك احنا ندعوهم من اجل زياده نسبه الناخبين اللي يكون لديهم بطاقه بايومتريه. استاذ اكو يعني بعض المواطنين فقدوا بطاقتهم اللي احترقت اللي ضاعت اللي كذا، دول شو راح يتم التعامل معهم؟ طبعا هذا اكو اجراء خاص بهم بالنسبه للناخبين الفاقدين بطاقه الناخب البايومتريه، مراجعه اقرب مركز تسجيل من اجل اجراء الاجراءات الخاصه بالحصول على بطاقه جديده. ماكو قانون يعارض هذا الشيء؟ لا هذا حق مشروع للناخب الحصول على بطاقه جديده مكان بطاقه تالفه.